مشاهدينا بجدد التحية بحضراتكم، لسه مستمرين مع حضراتكم والاستوديو التحليل الخاص بهذا اللقاء، لقاء افريقي وادي دجله ومصر المقاصه. سريعا ننتقل الى استاد والسلام مع الزميل العزيز عمرو مختار، نتعرف منه على اخر الاخبار الخاصه بكلا الفريقين. عمرو برحب بيك، ويعني بقول لك ازيك، اكيد عندك الكثير عن هذا اللقاء والاخبار الفنيه الخاصه بكلا الفريقين. برحب بيك زميل عزيز محمد غانم، برحب بكل مشاهدين الكرام وضيوفك الكرام هنا من استاد الاهلي والسلام. يمكن اجواء وكواليس لقاء فريق نادي وادي دجله وايضا فريق نادي المقصه في اطار الاسبوع 18 من بطوله الدوري الممتاز. يمكن كلا الفريقين وصل تزامنا مع بعضهم البعض في حوالي الساعه 3:30. حرص كابتن محمد عبد الجليل المدير الفني لفريق نادي المقصة إلى النزول إلى أرضية الملعب، تزامنا أيضا حرص الكابتن عبد الباقي جمال أنه ينزل إلى أرض الملعب. يمكن تقابل بعضهم البعض، يمكن هناك كانت مداعبات بين كلا المدربين الفنيين، يمكن أنا كنت واقف بينهم. كابتن عبد الباقي قال أن المباراة النهاردة هتكون صعبة لتولي الكابتن عبد الجليل القيادة الفنية، زادت صعوبة عليهم لتولي الكابتن عبد الجليل. يمكن أيضا هذه المباراة هي الأولى للكابتن محمد عبد الجليل في مسابقة الدوري العام المصري منذ توليه الإدارة الفنية أو التدريب أو اشتغاله بالتدريب. يمكن أيضا خليني أقول لك أن النهاردة يدير اللقاء تحكيميا الكابتن ميدو سلامة، وهي المباراة الثالثة لفريق نادي المقصة والثانية لوادي دجلة. دي كل كواليسنا ومتابعتنا اللي هنا من استاد ومن استاد السلام ومن استاد الأهلي والسلام. زميل محمد غني تفضل. كل الشكر للزميل العزيز عمرو مختار، وفانا بالاخبار الخاصه بهذا